قرعت ليه يا عبد الصبور؟ عبد الصبور؟ يا سليم انت اتجننت؟ اسمها عبد الصبور باشا. هو انا وانا صعلوك هالفوت كنت بتقولي يا باشا وانا باشا تقولي عبد الصبور؟ انا اسف يا باشا. عادي يعني ابو ناسف فيها ايه؟ ما المباني اللي واقفه دي كلها قالوا لي الصبح وشافوك ان انت بتتهزى وبتروش عليك في بيتها يعني. ابو ناسف مين يا ابو ناسف ده؟ ايه؟ مين ابو ناسف ده؟ اما انا عايز اقول لك ابو ربيع انا الزعيم. زعيم الزعماء. يا باشا خلينا في موضوعنا. ما عليك اتسرعت لما اعلنت عليهم الحرب بدري وكمان نزلت اعلانات للمجموعه. كان لازم قبلها شويه استعدادات لان كده في خطر على حياتك. خطر على حياتي ايه؟ ابوس ايدك. انا زعيم ولا نيله؟ انا كذاب. انا مش عايز اموت. طب اهدى اهدى. اهدى ازاي؟ ما هو اتفقنا واللي خلاني اسيبك ان احنا نبقى مع بعضينا. قول لي بقى يا برنس اخد حقي منكم ازاي؟ اصل انت بصراحه دماغك عجباني. قصدك تاخد حقك منهم بس، لكن مني مش هينفع لاني انا الوحيد اللي هعرف اجيبه لك. مش فاهم حاجه. يعني المصلحه انك تسيبني. اسيبك ومين يجيب لي حقي؟ قصدي تسيبني ابقى معاك لاني انا الوحيد اللي عارف كل حاجه، وموتي او موتهم مش هيفيد، لكن اللي هيفيد لعبنا ضدهم واننا نصرف كل الصفقات ونكبر وناخد شغل اكتر، وده مش هيحصل الا معايا. ايوه صح، بس انت غدار. وانا ما نكرتش. يبقى اخد حقي منك الاول. وانت غدار خدير عبد الصبور. صور لي الباشا كده وهو بيقول الكلام ده من الاول وجديد، عشان لو لعب بديله كده ولا كده هنسلم الفيديو للبوليس. تقلقش يا عبد الصبور، انا عملت اللي انت عايزه برنس وصورته. ايه ده؟ ايه ده؟ رسمت اللي انتوا قلتوه عشان ما ينكرش فيه ايه؟ هات تليفونك. عيش رصيد. رصيد ايه يالا؟ هات تليفونك وصوره فيديو. زعلوا قدامه. اخلص. ماشي. اما بالنسبة بقى للصفقة اللي انت لهفتها فدي انا هاخدها منك، بس هطلع جدع معاك، هديك 10% واي صفقات هننفذها مع بعضينا، بس بشرط تطلع راجل، هديك برضو منها 10%. 50%. 10%. ها اتفقنا؟ بس اتفقنا ما كانش فيه قصة الفيديو ولا الإعلانات اللي نزلت بدري دي. بس بعرف أمثل مش كده؟ لا مش كده. مش كده إيه؟ بمثل حلو؟ لا أنا قصدي يعني ربنا يستر والرجالة اللي جبتهم تعرف تحمي. لا ما توترنيش. يعني إيه الرجالة اللي جبتهم تعرف تحمي؟ أنت يا ابني لف لي كده على السور يلا، شوف لك في حد نام ولا صاحي ولا شوف لي في إيه بيحصل. أروح أسليم باشا. سليم باشا إيه؟ ما تفهمه إن أنا الزعيم يا سليم. معلش يا عبد الصبور باشا، أصلهم متعودين. يا رجالة من النهاردة عبد الصبور بيه هو الكبير وهو الزعيم وهو اللي يتسمع كلامه. سمعت يا حبيبي؟ يلا بقى يا بابا اتكل على الله، شوف لي الناس نايمة ولا صاحية. يلا وانت كمان يلا. ربنا يدانك يا اخي، ما ده اللي فالحين في المياصة، لكن تشوف شغلنا ما فيهاش. صح، لا مخلف الدقني دي. ربنا يستر واخلص بقى. الله يحنن عليك. ايه يا عم انا ببيع درة؟ ايه يا عبد الصبور؟ في ايه يالا؟ انا مين يا؟ انت الزعيم. زعيم الزعماء يا سيدي. في ايه يا عبد الصبور مالك؟ طول عمري بقدرك يا جوز اختي حتى قبل ما تتغني. انت بتقدرني قبل ما تغني؟ ده انت عندك زهايمر زي امك. انا عندي زهايمر، انت اللي ناسي. والفلوس غيرتك. انت اللي ناسي والفلوس غيرتك. مش عايز فلوس يا خيام اللي بتغير؟ لا ما بتحرمنيش من الميراث يا عبد الصبور. امال عامل لي فيها مين يا رزق ليه؟ انا اسف.